مقتله في كربلاء على كرامة لا نهاية لها وقدرة لا حدود لها ووجود لا يمكن أن ينتهي في يوم من الأيام. وجد الحسين ليبقى في الدنيا شامخا وفي الآخرة سلطانا. الحسين عليه السلام نعرف كيف نعبد الله عز وجل، وبالله عز وجل نعرف كيف نتبع الحسين. لقد أثبتت عاشوراء أن الحق والباطل يتناقضان دائما ويتصارعان غالبا ويتجابهان أحيانا، فإذا وقعت المواجهة امتحن الله بها جميع عباده، فالذين يعاصرونها عليهم النصرة للحق، والذين يأتون بعدها عليهم المودة لأهل الحق. فلا يقبل الله إذا وقعت الواقعة، لا يقبل موقف الحياد من أحد، لأنه تعالى هو لا يقف على الحياد عند المواجهة بين الحق والباطل. إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا. كانت نهاية نهضة الحسين عليه السلام شهادته، أما بالنسبة إلى العدو فقد كانت شهادة الحسين نهايته. سبحان الله، مغير النتائج ومغير الأحوال. في بصيرة الحسين عليه السلام لا يمكن معرفة الحق وأهل الحق إلا في ظل التقوى، لأن محبة المال والجاه والسلطان تحجب الرؤية عن أصحابها، ولا يمكن رفع حجابها إلا بتقوى الله وطاعته. هذا هو منطوق صريح كلام الحسين حينما يقول: أيها الناس، إنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله عليكم. فبدون التقوى لا يمكن معرفة الحق، وبدون معرفة الحق لا يمكن اتباعه.